صباح الخير، أحلى شيء الناس اللي بيقولوا على شعري منكوش، ما شافوا شعري أول ما فيه من النوم وأنا عم طلع بالمراية. المهم إذا كنتم مستغربين ليش لابس كنزة أكبر من حجمي، امبارح مو رجعت على البيت اللي نايمين فيه أهلي وأنا مالي جايب لبس لأني ما بحسب لقدام وحتى مالي جايب شاحن موبايل وبجوز هلأ يطفي بأي ثانية. فبابا أعطاني هاي الكنزة مشان نام فيها، بس شلون ستايل؟ يعني موديل ما؟ And then just touch me till I can get my آسف على حضرتو. المهم نبلش اليوم. مرحبا، أنا رامي المستقبلي من آخرة الفلوج. نسيت لكم شغلة لازم أقولها هلأ. ليش مالك عامل سبسكرايب؟ ما بعرف، فكر في يعمل سبسكرايب. إذا ما عملت سبسكرايب عرف إنه جني المقابر منعك. يلا باي. اليوم عندي كذا شغلة. أول شيء لازم أفتح حساب بنك، ولازم نزلكم الفيديو اللي لسه ما نزل تبع فلوج نعجو أهلي. ومثل ما أنتم شايفين عيوني سودا، وذلك بسبب إني مبارح ما نمت وأنا عم منتجه، ولا فقت بكير لأنه الضوء عم يدخل بعيني. طبعا هاي المشكلة موجودة بكل دبي. هذا هو الشباك وهو مسكر، يعني هلا انا مسكر البرادي وكل شيء وما في اباجور، ما في طريقه تسكر اكثر من هيك. فيبدو لازم اصير نام بكير وفي بكير قبل ما تطلع الشمس. هذا الشيء الوحيد اللي بيضمن لي اني نام بالليل. شلون شعورك انه لابسه ماسك طول الوقت؟ انا طول الوقت بالعمليات لابسه ماسك. ما فرق شيء؟ لا فرق، اني ما صدق ما اشلوها بس طلعنا عمليات. شو السيارة؟ أحلى سيارة. شو رأيكم بفكرة الفلوج؟ اللي هي كانت بلوجرز، بس البلوجرز هو على البلوج، أما الفلوج هو بالفيديو بس إنه ديلي، يعني ديلي. أنا بعرف يعني أنت مثلا هي منيحة لواحد مثل النجم أو باسم ياخور أو شيء، إذا في عندك متابعين عليها. شو قصدك أنا ماي نجم؟ لا نجم بس أنت الآلاف. 270. أوه انت حكيك مزبوط، بس بنفس الوقت حسب الفلوج تبعك. يعني انا محاول الفلوج تبعي ما يكون بس انه على يومياتي، قد ما يكون هو عم يقدم. رح نموت، شلون بدي يصير فلوجر مشهور ورح نموت نحن؟ هذا يعني انا عمل يوميات عليه. اعطيهم دروس سواقه بدبي. بس قال لي مجاهد انه لازم يكون معكم كرت لصفيه. هي شغله بتكون تتعودوا علي، انا اهلي ما حدا بيرد علي، لازم اعيد الشغله مليون مره. عم بشكيكم. انا بدي الغي المتابعه. بدي الغي المتابعه. لا بس انا دائما بقول لهم انه انا يمكن اني بلشت اعمل يوتيوب فيديوز وهيك شغلات لانه بصغري كنت حس انه بدي الناس تسمعني وتعطيني اهتمام وكذا، يعني مثل تعبير. ما حدا عم يسمعني عم بحكي. Welcome to my life. عم بمشي لحد حياتي يا ربي السترة. هيك نحن، أنت لا. هلا أنا كنت مثلكم، بس هلأ يعني هو بده يصير ممثل أمريكي مشهور. يعني أنا كنت هيك، أنا على فكرة كنت كثير أكره الكاميرا، وبتذكر كان الناس يقولوا لي إنه ليش ما بتعمل فلوج؟ هاي أحمد غم. ايه فانا كان كثير ناس يقولوا ليش ما بتعمل فيديوهات يوميه، ليش ما بتعمل فلوج. كنت اقول لهم بحب الحياه الخصوصيه وبحب انه الناس ما تعرف عني كل شيء. مو كانوا الناس كلهم يقولوا يي رامي كثير خجول وهيك؟ ايه طبعا يقولوا مهذب. المدرسه كنت تخجل في مره، كنا بمحل بدهم اولاد يطلعوا يغنوا، كلهم طلعوا غنوا انا انت. ايه بتذكر وتعاطون هدايا النظارات. ايه فانا طول حياتي كنت شخص خجول وما بحب احكي وهيك، فهذا الشيء تغير مع الوقت. يعني من وقت ما بلشت يوتيوب صرت عود حالي، وهذا دليل انه هذا الشغله ما لها علاقه بالشخصيه، لها علاقه انه انت قديش بتدرب حالك. طبعا. اوكي، اهلي هلا رايحين يشوفوا شغلاتهم، انا لسه ما رحت على البيت، فلازم روح منتج هذا الفيديو تبع امبارح، بس يخلصوا بشوفوا المساح. هلا رايح بالمترو على البيت. هاي ملعوبه، اكتشفت انه انا مالي بمحطه المترو. شايفين هذا الوراي؟ هذا عبارة عن جسر بيودي من هذا المحل لهذا المحل، واهلي فكروه مترو ونزلوني جنبه. بعد ما طلعت لفوق اكتشفت انه ما في قطارات، اما محطة المترو هنيك. موبايلي حاليا 1%، فعلى الاغلب رح يطفي على الطريق، فما رح اقدر اصور لكم فيه. احذروا شو، على الاغلب رح اشوفكم بالبيت اذا ما انخطفت. انا كثير لازمني اشتري سياره لانه ما اخرج اقضيها بالمترو. الشغله الاولى المنيحه انه سيارات هون رخيصه، بس الشغله السيئه انه شهادات السواقه غاليه، يعني تقريبا شهاده السواقه يمكن نفس حق السياره او انه قريبين من بعض. مشاويري اغلبها عم اقضيها بالمترو، بس بحس انه اذا بدي ضل عايش هون لازم اشتري سياره. شعور غريب هون انه الناس بيوقفوا لك لما تقطع الشارع، مالي مختبر هذا الشيء من قبل. المهم رح نوصل على محطه المترو. ليكا خلونا نطلع من المترو، في عطل. 20 minutes later.
شلون تعرف حظي خرا؟ لما اروح على دبي واطلع بالمترو يوم يتعطل المترو كله. حظي يتعطل المترو وقالوا لنا دبرنا لكم وسيلة نقل جديدة وببلاش، هيك فهمت انا. قام طلعت لبرا قام قالوا لي بدك تشتري بطاقة جديدة، بقى ما فهمت فخلص رح اخذ تاكسي. بتتحقق النبوءة، موبايلي خالص شحنه، عم حاول روح على البيت، بتعطل فيني المترو، بضطر اخذ تاكسي وكلياتنا بنعرف شو الخطوة الجاية، بنخطف. منيح على الاقل معي مصاري، قال هلا باللقطة اللي بعدها. ساعدوني سرقوا مني المصاري وما عم بقدر اعرف وين انا. يا رب يجي تاكسي اليوم. ولا واحد منهم عم يوقف. اكره شيء علي بالعالم لما تكون عم تستنى تاكسي ويجوا ناس يوقفوا قبلك مشان ياخذوا التاكسي قبلك، وهلا هنيك كلهم هيك صاروا يعملوا. لذلك قررت امشي شوي وشوف اذا بلاقي تاكسي من غير محل. طبعا ما بعرف وين الله حاططني، يعني ممكن عم روح اتجاه الغلط، بس ما مهم، مهم اخذ تاكسي وروح على البيت. طبعا بده يطلع بلاوي يعني لانه المنطقه بعيده. A few moments later. Hello. Can you please go to Dubai Mall? أخيرا. But it's in the entire metro in Dubai, not just this station. Yeah. All metro. All metro. وصلنا أخيرا. أوف شوب. اوكي هلا الساعة 11 الا ربع، قبل شوي اجوا اهلي على البيت وراحوا، ما صورت القعدة معهم لانه هيك حسيت انه طول الوقت معي الكاميرا وقاعد عم بتحشب وشهم ويلا تعالوا نعمل فلوج، انه خلص خليني اقعد معهم شوي واحكي ونتناقش بشغلات عميقة جدا يمكن الأحسن إنه ما نتناقش عنها. المهم واحدة من الشغلات اللي حكينا عليها هي مهنة اليوتيوب، إنه هل هي شيء منيح، هل هي اليوتيوبر هلا هل هو أحسن ولا أسوأ مثلا من مهندس؟ وعم بحكي هذا الشيء ماديا حصرا، يعني ما عم بحكي إنه والله هل هو أحسن للمجتمع وأخلاقيا وأهم وبلا بلا وكل هدول الشغلات. هلا رأيي أنا الشخصي إنه اليوتيوب هلا حاليا هو نوع من الانترتينمنت. الانترتينمنت هي كانت تلفزيون، كانت سينما، كانت كتير شغلات. هلا واحد من أنواع الانترتينمنت الجديدة هي اليوتيوب. هلا العالم اللي بيقولوا على كل اليوتيوب سخيف، يعني مو بس على صانع محتوى معين، انا برايي اغلب هدول العالم منافقين، لانه بالاخير ما في حدا بالعالم ما بيستهلك نوع من انواع الانترتينمنت، ان كان بيتفرج على تلفزيون، ان كان سينما، ان كان بيحضر مسرح او بيسمع موسيقى او اي نوع من الانترتينمنت. فاليوتيوب هو نوع الانترتينمنت يلي بيلائم عصرنا هلا، يلي بيلائم الشباب بهذا العمر، فما بتقدر تتجاهله وما بتقدر تتجاهل فكره انه هو شيء كثير مهم وشيء كثير كبير وشغل، شغل يقدر الشخص يعتمد عليه كمصدر رزق ويطالع منه مدخول يقدر منه يكسب لقمة العيش. وليش عم تستعمل هدول المصطلحات الفصحى؟ عم حس حالي عم حاول بين أسكى من ما أنا عليه. ما تقللوا من قيمة اليوتيوبرز، والأهم من هيك إنه لا تخلوا العالم تقنعكم بشغلات القديمة. الأوقات عم تتغير، يلي كان يعتبر شغل منيح قبل 10 سنين هلأ بطل شغل منيح. قبل 20-30 سنة اللي كان المهندس بيقدر يقول خلاص أنا معي شهادة بقدر هلأ أشتغل بسهولة وطالع مصاري وأمن لقمة العيش وعيش حياة حلوة. يعني ما بس إنه والله إيه عم طالع مصاري، لا عم عيش حياة حلوة، عم روح على المكتب اشتغل بعدين عم بضل عندي وقت أقضي مع عائلتي وعم ببسط بحياتي. هذا الشيء بطل تقدر تقوله، بطل تقدر تقول كمهندس أنا بقدر لاقي شغل بسهولة. في كتير مهندسين ما عم بيلاقوا شغل، وهي بس عم نحكي على الهندسة. المهم خليكم دايما open mind ودافعوا عن الشيء اللي بتأمنوا فيه. إذا أنتوا بتعرفوا إنه نوع من الشغل ممكن يكون ناجح معكم، لا تخلي حدا يقولكم لا، خود شيء ثابت، عمل شيء سهل، روح اشتغل بمكتب. إذا كان هذا الشيء ما بيخليكم سعيدين أو أنتم مالكم مآمنين فيه. ما عم أقول إنه شغل المكتب شيء ماله منيح، وما عم أقول إذا صرت مهندس هلأ شيء ما منيح وما بتقدر طالع مصاري. بتقدر تعمل شو ما بدك طالما أنت عندك فكرة بعقلك شلون رح تعمله. وهذا هو الفيديو اليوم، حبيت هيك أخدمه بشوية معلومات تقنية. Anyway نرجع للسكوت الغير مريح.